الحبل كبير معاكم وزيرة التفائل مع أنتي وزهرك مع الحمل اليوم الحمل أخرج من الفوضى الذهنية ورتب أفكارك على خاطرك اليوم عندك مقابلة مهمة وعندك مسؤوليات كبيرة وأنتي باش تشعر بالتعاطف متاع أهلك اتجاهك وفما تقديم المساعدة يا أنتي باش تقدم مساعدة يا باش يدعموك بمساعدة الثور أخيرا اليوم تخرج من طاقة العرقلة والتأجيل الأمر المهم اللي حاجتك فيه اليوم باش تاخذ التاريخ وللناس العاطلين عن العمل مقابلة عامة في الناحية العملية تغير لك حياتك الكل وتكون إن شاء الله فيها القبول. الجوزاء المشاكل في راسك أكثرها نفسية من حاجة أخرى ولهذا حاول باش تكون في مصالحة مع روحك ساعة قبل كل شيء. المحيطين بيك الكل يحبوك ويقدموا لك الدعم وعندك ترقية أو مفاجأة من ناحية العمل. ابشر يا جوزاء واليوم اللون الداعم لك بالحظ اللون الأزرق السماوي يا جوزاء. السرطان اليوم عندك أمورك كلها متحسنة كان عمليا كان ماديا كان صحيا طاقة شفاء واستشفاء ليك أو لأحد أقاربك يا سرطان. أجواءك كلها جيدة ابتعد عن التردد في أي موضوع كون واضح ومباشر. الأسد اليوم عندك تعويض الخسارة وتشعر بطاقة إيجابية وعندك رد اعتبار وفما تقدير من أرباب العمل متاعك. وبالنسبة للناحية العاطفية الشريك العاطفي قد يفاجئك بخبر إيجابي يكون صالحك. العذراء باش تاخو حقك الضايع يا عذراء اليوم أسعى وتكلم وأطرح أفكارك عندك خير قادم إليك وخاصة إذا كنت عندك اتصال وتواصل من الخارج ومن ناس أجانب. انتظر إيميل أو خبر على مواقع التواصل الاجتماعي. الميزان عندك تحسن كبير في مواردك المالية فلوس زايدة مش تتمتع بيهم. أمورك العاطفية جيدة وهذا ما يجعلك مشرق ومبهر وعندك فرحة في العائلة لكن حاول باش تبعد عن التردد وراهو ينتظر فيك الحب الحقيقي. العقرب يوم نهار الطاقة والحيوية وباش تاخو قرارات مصيرية جيدة وخاصة معاملتك مع اللي يخدموا معاك وإلا اللي تخدم فيهم. الأمور العاطفية جيدة لكن انتبه من العلاقات الثلاثية ولا تدخل الآخرين في حياتك العاطفية. القوس اليوم انتبه من القيل والقال ونقل الكلام ليس كل ما يعرف يقال يا برج القوس. ترقية إن شاء الله جيدتك اليوم في العمل وإلا خبر مفرح بعد تعب وبعد فترة ضاغطة جدا. الجدي يوم مميز للتعارف على أشخاص جدد وقد تتعرف على شخص بصفة مفاجئة وربما تسعد بأحد أولادك إن شاء الله وعندك أفراح ومسرات في دارك وفي عائلتك وإن شاء الله نجاح مميز للناس اللي يقرأوا اللي عندهم أمور دراسية الأمور تكون لصالحك. الدلو ما تضخمش الأمور وابتعد على طاقة التذمر يا برج الدلو خاصة إذا كنت امرأة برج الدلو. أضحك للدنيا تضحك لك اليوم طاقة مرح وفرح حواليك وحاول باش تاخذ الأمور ببساطة وبتلقائية. الحوت عندك دائرة معارف جدد وناس واتصالات وقد تكون تنقل أو سفر أو أشياء تهم الحركة وتحرك يا برج الحوت. الحركة فيها بركة. اللون الداعم لك بالحظ اللون البنفسجي يجلب لك الطاقة الإيجابية وقد تحقق أمنية اليوم وتكتب عقد أي نوع متاع العقود كلها لصالحك يا برج الحوت. تطلع بير تهبط بير تخفق كجناح الطير اللي يحبه ربي هو اللي يصير.